ازيكم؟ معكم زيكو. كنبغي نشكر الناس اللي حاضرين معنا واللي ما حاضرينش، وشكرا للناس كاع اللي دعموني في المحنه ديالي، وشكرا ربي يا ربي تشافيني وشافي جميع المسلمين. شكرا شكرا لكم كاملين. ديما اذكر المبادره ما تبقاش مقتصره على اشخاص معينين، خص اللي تجي منهم هذه المبادره هما المؤسسات، هي الجمعية الرياضية للجيش الملكي، هي الجامعة الملكية المغربية، هي الوزارة، هي مؤسسة محمد السادس أبطال رياضي. هادشي تمأسس، ما يبقاش مبادرات شخصية ديال الناس أصدقاء زكريا. وكنتمناو الشفاء العاجل لهذا الولد هذا، على غرار مجموعة من الشباب اللي مناصرين الأندية وكيعيشوا المرض وعاشوا المرض، وفي سبيل الأندية ديالهم بقاو دائما أوفياء الأندية ديالهم. أتى إلى جانبي واحد من أوفياء الفريق الجيش الملكي رغم أنه فقد نعمة البصر، نتمنوا له الشفاء العاجل. سي العمر، طبعا أنا سعيد أنني ساهم ونشارك في هذه الحفلة الخيرية، الحفل التضامني، وكسائر المغاربة احنا شفنا التجاوب الكبير من طرف الأفراد، من طرف المؤسسات. كل شيء المغاربه كانوا لباو حاضرين ولباو هذه الدعوه هذه. الله يشافي زكريا، وشفنا فنانين كثار تبارك الله حاضرين، وانا من جمله الفنانين. لا يسعنا الا ان نسال الله تعالى ان يعجل بالشفاء لاخينا زكريا.